مشاهدينا بصبح عليكم، ودلوقتي تعالوا مع بعض نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة بالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية إنما بسيطة لحد دلوقتي، مش بتأثر أبدا على معدل الحركة المرورية، وده لحد منطقة رمسيس. بعدين بيكون في سيولة مرورية أكتر لحد نزلة غمرة، بعديها بنكمل أو بتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كمان كثافات مرورية بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة لحد طريق النصر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة طبعا عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن في الاتجاه الآخر في سيولة مرورية. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأمرية. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم. أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، ولو كملنا جولتنا من شارع الهرم هنلاقي كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة تصل ل 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء الخط الرابع للمترو. الكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، والزام طبعا السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها مسبقا. ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية طبعاً بتبتدي تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لو رحنا لمحافظة اسكندرية داخل المدينة هنلاقي بعض الكثافات البسيطة موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي. كمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات إنما متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية اللي هناك، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصت جولتنا المرورية، ناخد بالنا إن في شبورة بتبتدي من بالليل متأخر وبتكمل لحد طلوع الشمس، نلتزم بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة الجميع. نرجع مرة تانية لشازلي وجومانا نبدأ معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك، شكراً جزيلاً يا رامي.